في وقت كيفاش ندير الكلمة رجعت بالتفسير تخاطبنا أنا وجدي الكبير قال لي زماني مزمان وخير اللي وقتكم وقت الصلاة أري وبلان طوموبيلات الشمان ديفير والبابورات بدلوا لوقات غير بالشوفات قلت له يا بوبو يا لحنين وقتنا بالصاح باهي أوزين الفم بتبسيم والقلب حزين الراجل مكشي عشاته بالدين قلت له انتم علمتون اللده دوقتونا العسل والزبده رقدتوا فوق مطرح ومخده اتفرجوا دار واقف الوحده ضرب لي ضحكه او تصيكه فمو تبتشق تقول كعيكه قال لي اسمع يا ابني العزيز الصنس الكلام بو ابيكا قال لي صح رقدنا ونمنا نوما كي شفناكم فطنتو نتوما اسمحنا لكم في زمان عزيز هديتو العايشة وفطوما قلت له سلمتو النقاع الطاجين اللي تغمس فيه عشر يدين اللي يسمع ما يزقرع ولي يجيه بنين يلحس مسكين قلت له سلمتو النار نص الخبزة لي عليها الكل بالدبزة صيب الراجل يجري ويطير كي مثل الديب مور المعزة ارفد عينيه واخزر فيا قال لي